هذه مقبرة مقبرة اكتمل معمر ما قصرش رزادة حالة ضرورية قصوى عرفته للتوسعة في المقبرة أصلا هذه مقبرة جديدة من قبل يعني من قبل الثورة لكن هلها مش عاطين فيها حرية التصرف إلا بعد الاتفاق والاتفاق اتفقنا معاه قصدي وين دكتور يعني هناك أراضي ملك الدولة ليش ما عدوا الأراضي ملك الدولة يعني سيد ما تورطوا مع عائلة وقول له لا لا ما تعطيش معلش أبا فيه تعرف أن راه هنا أصلا الأملاك بموجب القانون رقم 4 هي يعني هذه الأملاك يعني تعرف أن القانون رقم 4 قانون ظالم أكيد فإن أصلا أملاك ناس فأنت لما تجي في موضوع ذو حساسية دينية خاصة جدا اللي هو القبر يعني فالأوقاف من خلال الأوقاف قالوا لا نستطيع ولا لا أن نقيم إلا باستسماع أهلها ولا أنا هو أنا يريدون تعويضا عديت لي أرض أخرى تملكها وين الأرض اللي تملكها ممكن هو كل الأراضي اللي يكفلني على بلد دولة أمريكا لا ما عندكش مشكلة ما كل هن وراء عارف أن في مرافق أصلا مع المقبرة يعني هذه مقبرة جاهزة عبارة ارتداد خلفي لها فهمتوا اللي في نفس الموقع ارتداد خلفي بدون ما تضطر هذه جاهزة يعني جاهزة نعم لك معلومة أخرى هي مقبرة واخذها معمر بالقوة لكن لم تستخدم إلا توه ما تعبت بعد ما تعبت أخرى وطبعا لما سألنا الأوقاف قالوا ما تقدروش تستخدموها إلا حطنا أنت بعد إلا إيش صار تبنى اللجنة أمر منع بالتأكيد إنها مسيجة وجاهزة وإلى آخره وفي عرب واخذين ديرنا حتى مزارع قزمية شو اسمها هذه المزارع الذاتية لكن الآن تم وخذت المنهلم كامتداد للجبنة الرئيسية إحنا بس رضينا هلم بناء على جماعة اجتماعات معينة أساس لا ما خدش أساس لا ما خدش أساس هذا حقهم لازم مثبوت أنا شخصيا ثابتة لف بالميزانية لا عندي أنا سؤال الأول بس والله يعني أستاذ جمال يحكي على القرار تكليف الأستاذ إمام يقول بأنه يقول قرار من لجنة العضوية ونحن سيد بن عم يقول قرار من المجالس المحلية في المجلس الانتقالي يعني أنت تنفي أنه يكون لا 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 مش مجلس محلي بس هو على كلامنا أنا لا بس بالعكس يعني بالتأكيد نحن بس نحن لا بالتأكيد مجالس الأحياء رافضة اللي هو موجودة في مدينة بنغازي عندنا أكثر من 6 تقريبا المجالس المحلية في المجلس الانتقالي قال ترص المجالس المحلية السعودية لا 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 هو ليس بقرار منسق المجالس المحلية أيوه القرار قرار لجنة العضوية وحيل الإحالة من خلال منسق المجالس اللي فيه ثلاث شخصيات منسق المجالس المحلية ليس له أي اختصاص فني هو عبارة عن رسالة إحالة فقط ليس لها أي قوة أو معنى آخر هي رسالة إحالة لما دار في اجتماع لجنة العضوية هذه اللجنة حسب علمنا هذه اللجنة لا تختص يستاذ إلا بعضوية المجلس الانتقالي ليس لها أي اختصاص مجالس محلية ونحن نترقب إذا كان هناك أي نص دستوري أو قانوني أو لائحي يعطي لمثل هذه اللجنة مثل هذه الاختصاص فليعرضوا علينا حتى إذا وجد مثل هذا النص حقيقة هو اغتصاب لحقوق الشعب واختصار لحقوق المؤسسات والمجالس هذا لا يمكن أن نرتضيه بأي حال من الأحوال مدينة بنغازي ليست مدينة قاصرة شعبها قادر ومؤسساتها قادرة على أساس أنها تدير أي حلول سواء انتخابية أو توافقية ولكن لا يفرض عليها الأمر من عالي من في هذه المدينة لا زال يقبل من مثل هذه الإجراءات التي تعتبر تركيز مركزي تركيز للمركزية هذا كل ما في الأمر يا أسف تعتبر فيها سابقة أنت يعني أنا أعتبرها سابقة خطيرة جدا بغض النظر عن من يكون أنا لا يهمني من يكون لكن كآلية عمل سابقة أنا أعتبرها جد خطيرة لو مررت ستفتح الأبواب على مصراعيها تقيس عليها بعدين نعم تقيس عليها نعم بس عفوا على دور على الانتخابات والحديث عن الانتخاب يعني في استحقاق كبير امام الشعب الليبي اللي هو مؤتمر وطني. اولا لم نحن ننجح
في إقامة انتخابات على مستوى المدن وهي صغيرة، فكيف أول الآلية للعمل على مستوى البلد بالكامل؟ أول شيء. ثاني شيء، هل دور القضاء تم تبعيته في أقل شيء على نطاق يعني مدينة بنغازي؟ هل القضاء دور قوي الذي هو من المفترض أنه بيشرف على الانتخابات المواطن؟ لا حقيقة أنا أتفق معك أن الانتخابات المحلية مهمة خطوة للانتخابات الوطنية، وكما قلت لك لكل أمر سياقات. نحن لا نريد أن ندخل في نفق قد لا نرى فيه ضوءا في نهايته، هذه هي المشكلة. الوضع جد حرج، ولا نريد لواقعنا تأزما أكثر مما هو فيه، فلذلك نحن فقط نطالب بآلية تنظم هذا الوضع فقط لكي نؤمن المرحلة المقبلة. نحن لنا دور في إنجاز بعض الأعمال، ولكن الدور الأكبر سيطرح من مسجد الوطني الانتقالي من خلال إقرار قانون. حتى لو تأخر المؤتمر الوطني في انتخاباتي، أنا أعتقد أن الأهم هو أن نعد أنفسنا بطريقة جيدة، مش مشكلة يعني، المهم أن يكون لنا إعداد جيد. السؤال الثاني فيما يتعلق بتفعيل القضاء، أخي الفاضل أقول لك، لو مررت شرقا وغربا وجنوبا لن تجد مدينة فعل فيها القضاء أكثر من مدينة بنغازي حقيقة. أنا زرت بعد التحرير، كنت في مدينة طرابلس حوالي يعني قرابة الشهر، يعني بقينا معهم غادي في اشتركنا في 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 إدارة بعض الأمور اللي هي خاصة بقطاع العدن. في العدد أستاذ في بنغازي حاليا يعني محاكمنا ونياباتنا الحمد لله ما نقدرش نحكي عليها 100%، ولكن كما قلت نسبة التفعيل مرضية جدا، باستثناء محكمة شمال بنغازي. طبعا محكمة شمال بنغازي فيها مشكلة من حيث موضوع المقر. تم تفعيل الجانب الجنائي باعتبارنا جلسات حاليا تعقد في مقر المحكمة اللي هو موجود يعني امام موسط الاصلاح والتأهيل. فيما يتعلق بالمدني والشرعي، انا اعتقد ان الاسبوع القادم باذن الله حتكون في خطوه كويسه من خلال المجلس المحلي لمدينه بنغازي، قام بمبادره جيده اللي هي صيانه المقر السابق لما كان يسمى بمحكمه الشعب. حاليا اعتقد يوم الاحد القادم سيتم استلام جزء منه وتأثيثه، وسيكون يعني بمكنه محكمه ونيابه شمال بنغازي ان تباشر عملها بطريقه لحين استلام المقر بالكامل، وايضا لحين يعني استقرار الاوضاع بالنسبه للمقر السابق لمحكمه شمال بنغازي، لان نحن نقول ان الزمن كفيل بحلحلة كل المشاكل الموجوده. عفوا استاذ. يعني نفهم استاذ جمال ان مدينه بنغازي الان ما لهاش ممثلين في مجلس الانتقالي؟ بالمعنى اللي حضرتك تقول فيه بانهم فاقدين الشرعيه. نعم، وجهه نظر. يعني بنغازي الان ليس هناك ممثلين لها في مجلس الانتقالي. نعم اخي فاضل، نحن كانت رسالتنا واضحه بالنسبه لمحل مدينه بنغازي، قمنا بتعليق عضويه ممثلين لمدينه بنغازي، وذلك في اطار المطالب المشروعه والمعلنه والمؤيده ايضا بالتصريحات الاعلاميه للسيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي. وبالنظر لعدم استجابه هؤلاء الاعضاء لتنفيذ القرار، ايضا لعدم استجابه المجلس الوطني الانتقالي لهذا القرار والذي نراه انه قرار مشروع 100% ويتمسك به المجلس المحلي لمدينه بنغازي ويتمسك بتنفيذه، قمنا بدعوه مجالس الاحياء لكي تبدا في اختيار بدائل لممثلي مدينه بنغازي، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومع مجلس المجالس الحكماء وايضا مع باقي الشرائح الاخرى اللي هي الشبابيه او الثوار او المراه او غيرها. فنحن كمجلس محلي لمدينه بنغازي نرى ان هذا الاجراء اتخذ بعد دراسه ودراسه متانيه جدا، لم يكن فيه ارتجال كما عبر احد اعضاء المجلس الانتقالي، بالعكس كان قرار مدروس،
ونقول أنه يعني من خلال مثل هذه الإجراءات يتم إدخال على المنصب الوطني الانتقالي لكي يكون أداه فاعل ويتلائم ويواكب وثيرة العمل أو وثيرة الأحداث أو وثيرة الثورة بصفة عامة. وأعتقد أن هذا هو محل تحفظ الكثيرين على أداء عمل المنصب الوطني الانتقالي، سيما ما نجم أو ما أسفرت عنه مطالب ثورة التصحيح أو تصحيح مسار الثورة. عندي بالمستقبل أنا ثلاث أسئلة بشكل مباشر ويتم توزيعنا النقاط. النقطة الأولى، أشرت أن تجمع سرايا الثوار من ضمن المؤسسات التي اختارها عبد المنعم الوحيشي، إذ ما علمنا أن تجمع سرايا الثوار بحكم القانون هو يتبع وزارة الدفاع، بما أن وزارة الدفاع تقتصر في حماية الحدود والدستور فقط لا غير وتتلقى في أي شأن آخر. نعم. هل لأن المجلس مخاطبة وزير الدفاع بالخصوص؟ حقيقة أخي فاضل، نحن تحفظنا يعني على إدراج هذه المؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع المدني. نحن نلوم ليس على هذه المؤسسات، لكن نلوم على من اعتمد مثل هذا الترشح لهذه المؤسسات، إن صح هذا الترشح، لأن هناك الكثير من الملاحظات حقيقة على مجرد يعني نظرة سريعة للأختام والتوقيعات المأمورة بهذه الورقة ستلاحظ بالمعين كثير من الملاحظات. فذلك لومنا أخي الفاضل هو على المجلس، على اللجنة العضوية التي قامت بمثل هذا الإجراء الذي نعتبره أنه مخالف للقانون ومخالف للنصوص ومخالف للشرعية. يعني قد نسمع يعني بأي مطالبة أو ترشيح من هنا أو هناك، أعتقد أنه في ضوء يعني الأجواء أو أجواء الحرية في هذه المدينة الكل يدلي بدلوة، لكن كمؤسسة رسمية كمجلس وطني انتقالي أو كلجنة عضوية أنا أعتقد أنها قد تسرعت في عندما قامت بهذا الإجراء، ومن ثم قمنا بالرد على هذا الإجراء رسميا واستلم من قبل المنصب الوطني الانتقالي، ونحن نتوقع ردا أو إجراء يعيد النظر حقيقة في مثل هذه الإجراءات التي تفتقد للحد الأدنى من القانون ومن الشرعية. السؤال الثاني بخصوص المواصلات، فترة الثورة والأحداث اللي بعض المعلومات شبه مؤكدة بتهريب سيارات إلى جمهورية مصر العربية المسجلة في منظومة جمهورية مصر، هل تم حصر السيارات التابعة للجهات الحكومية ومطالبة المجلس باسترجاعها أو البحث عنها كما يحدث عادة في أعراف بين السفارات؟ هذا جانب. الجانب الثاني بعد إجابتك، الزراعة والثروة الحيوانية سنة من الانتظار، أعتقد أنها لن تنتظر. الثروة الحيوانية والزراعة مورد من موارد الاقتصاد الرئيسية لليبيا، حتى هذه اللحظة لم نسمع عنها شيء. هل نتوقع استيراد مواشي بعد انقراض المواشي التي لدينا، أو نعتمد على الدجاج التركي و و و إلى آخره؟ قبل ما يجاوب أستاذ فوزي حواز، يا ريتك تقول لك كيف سهدانها، خليني حتى اعتبار مسؤول المنسق النقد والمصارف، اذا كان في اي سؤال يقدر يجاوب عليه.